قول الو كده. الو 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 يا كابتن بدر حبيبي. كابتن بدر عالمي عمور، وحشنا يا كابتن بدر والله العظيم. ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ وحشني حبيبي يا كابتن والله. تحياتي ليك يا كابتن بدر، وتحياتي الكابتن عمرو حلواني ابنك من قطاع الناشئين من النادي الاهلي. اسامه يا حبيبي، اخبارك؟ طمني عليك. كله زي الفل يا كابتن بدر، وحشنا كتير. وحشني يا اسامه، وحشني وحشني كتير. قول لي بقى، يعني دلوقتي ما شاء الله عمرو الحلواني يعني ابنك نتاج قطاع الناشئين من النادي الاهلي، ما شاء الله متالق في كل الانديه اللي شارك فيها. كابتن بدر يا كابتن اسامه، عايز اقول لك على حاجه. عمرو الحلواني ده من اللعيبه الموهوبه، من ولاد البكر في ده شرف ليا يا كابتن بدر والله. الاهلي، وعمرو من اللعيبه المؤدبه والمحترمه والخلوقه الى ابعد الحدود، واللي اكتر بقى من كده في الكوره ان هو عارف هو عايز ايه. طبعا يعني من صغره كان قاعد في الاستراحه وبيتمرن زي الماتشات بالظبط. يعني انت بتشوف عمرو الحلواني في الماتشات عنده حماس وعنده روح، عنده روح النادي الاهلي يعني اللي اتربى عليها من صغره، بالتالي نقلها لكل الانديه اللي راح فيها. وان كان عمرو يتفوق انه لعيب موهوب، عنده فكر ذو فكر عالي جدا، فنيات عاليه جدا، مهاريا على اعلى مستوى، يمتلك قدم زي قدم كده روبرتو كارلوس بالظبط. يعني لو قلنا عمرو الحلواني نقول روبرتو كارلوس، بس ما سبتش الاسم ده عشان عمرو كان احلى شويه من روبرتو كارلوس. طب ما طلعتش عليه اسم ليه يا كابتن بدر في الناشئين، زي ما طلعت على تريزيجيه وطلعت على غيرهم، اشمعنى عمرو الحلواني اللي عدى منك؟ انا ناشئ، كنت لسه ناشئ بقى في التدريب، فلسه كنت قصه الاسماء دي ما كانتش لسه في بالي. بس بعد بقى ما ابتديت اتعمق في التدريب وابقى يعني احاول افهم في التدريب شويه، ابتديت اطلع اسماء الاولاد دول اللي هم مدرسه الكوره وبتاع الناشئين. كان عمرو بقى كبر بقى، طلع الايه القطاع فوق بقى يلعب بقى 16 و17 و18. لكن عمرو صور معانا يا كابتن اسامه في الفيديوهات اللي عملناها مع مستر كوفر العالمي. صح حقيقي. والشرايط دي دلوقتي بتتدرس في العالم كله، فيها عمرو الحلواني وفيها مجدي جدوه وفيها احمد مجدي وفيها وشريف اشرف اللي هم الجيل اللي هم مؤمن زكريا 86. طبعا اكيد فيديوهات كانت مهمه جدا، وكانت رؤيه مهمه جدا من كورفر والكابتن بدر رجب وقتها. وللامانه يعني الولاد دول يا كابتن اسامه، احنا كان عندنا طفره، كان عندنا اعداد بزياده جدا في اللعيبه الموهوبين، لان كان الانتقاء كويس قوي. وقبل بقى بعد ما تنتقل، مش دي القصه، القصه ان انت بتنتقل لعيب موهوب. لو ما كانش التدريبات اللي موجوده حديثه تواكب هذا اللاعب، فبالتالي هيبقى مستواه هيقل. بالعكس، انت جايب لعيب موهوب انتقاء كويس قوي وعامل له برنامج كويس قوي تدريبي، بالتالي الاثنين اللي اتقابلوا في نقطه واحده بقى عندنا لعيبه تحترف في اوروبا، منهم عمرو الحلواني احترف في اوروبا. عمرو الحلواني حقيقي احترف في اوروبا، من احترفوا في اوروبا. دايما انا بقول يا كابتن بدر، دايما انا بقول ابناء الاهلي ونتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي غير. اكيد يا كابتن وسام، بايدك 100%. احنا بنتربى في النادي الاهلي او بنربي لعيبتنا في النادي الاهلي. يعني ايه بطوله؟ مفيش حاجه اسمها ولد صغير بيلعب للهوايه، لا، انت من صغرك محترف. بدليل ان عمرو الحلواني وهو عنده 10 سنين كان موجود في الاستراحه بتاعت النادي الاهلي، بالتالي انت من الناحيه التعليميه ان يبقى موجود في الاستراحه معاك، التدريبات صبح وبعد الظهر، جايب خبير عالمي كان مستر كوربر الله يرحمه، مدربين من النادي الاهلي بيزرعوا في اللعيبه قد ايه قيمه النادي الاهلي وفاهم الحمله اللي انت بتلعب لها، وده موجود عند عمرو والولاد التانيين. عمرو عدو الهزيمه حقيقة. يعني اذا اتغلب انا متاكد انه بيروح ما بينامش ايا كان هو بيلعب فين، لان هو اتربى على كده، بالتالي فبيطلع اقصى ما عنده من في المباريات من فنيات ومهريات وشغل بدني على اعلى مستوى. وبعدين عمرو بقى كابتن اسامه، عمرو لعيب تكتيكي، يلعب في اي حته، يعني عمرو راح كره حرب يلعب الحته اللي قدام، لو حطيته نص ملعب يلعب، لو حطيته باك يلعب، لو حطيته شريط باك يلعب، لو حطيته جول يلعب. تمام حبيبك. انا عجبتني الجمله، شرف. اتفضل يا كابتن. ان انا مرنت عمرو الحلواني ده شرف ليا والله يا كابتن بدر. انا عجبتني يعني الجمله قوي يا كابتن بدر اللي حضرتك قلتها، انه كان عدو للهزيمه. حلو قوي الجمله دي. بيتربوا على كده يا كابتن اسامه، ما هو ابنك على ما تربيه. يعني ولادنا احنا بنربيهم ان ليه حد يكسبك هو احسن منك في ايه؟ صح. النادي الاهلي نادي كبير جدا واعظم نادي في افريقيا، ويضاهي كل الانديه الاوروبيه، عامل لك كل حاجه، ملاعب على اعلى مستوى، مدربين على اعلى مستوى،
استراحه على اعلى مستوى، نظام تعليمي على اعلى مستوى، نظام تدريبي على اعلى مستوى، مين احسن منك؟ يكسبك ليه؟ كره فيها مكسب وخساره، لكن المركز الثاني بالنسبه لنا ده خساره كبيره جدا. وده دايما حقيقه، وده دايما اللي بيتربى عليه الناشئ داخل النادي الاهلي. بحييك تحيه كبيره يا كابتن بدر، ما شاء الله اسمك وسيرتك دايما موجوده هنا في برنامج الاشبال، فعدد اللاعبين اللي طلعهم الكابتن بدر رجب. هنعمل معاك حلقه امتى قول لي؟ ان شاء الله منزل يا كابتن اسامه، ده بيتي ومطرحي، اول واحد هاجي لك انت ان شاء الله. كان لي عمر كنت من اهل الدنيا. ان شاء الله تيجي بالسلامه كابتن بدر. كابتن بدر رجب يعني بشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا من واحد اللي علمه الكابتن عمرو حلواني كرة في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي.